القلب الكريم بين حبك إلو. كل برايم عن برايم عم بتزيد المسؤولية علي. خلونا نشوف ترتيب العام للمشتركين. بنهاية الجولة الأولى كنت حس حالي بخطر لأنه كنت التامي بترتيب الأرباح. مبروك فادي. انصدمت أنه طلعت الأول. وإذ الجولة الأولى انتهت وبنبدأ من الصفر في سباق المراكز. بليز ارجعوا دعموني مثل الأول تأطلع الأول لمرة تانية. يعني بدي أرجع أشتغل على أنه جمع أرباح كرمال ضل بأعلى المراتب. أنا عندي مشكلة معك، عايزك تفك. أخذت حكيه بعين الاعتبار وأداء وراء أداء، صرت عم برتاح أكتر على المسرح وعم بيكون عندي جرأة أتفاعل أكتر مع الجمهور. الله يخرب بيتك يا فادي. العرض المباشر السادس كان شعور كتير حلو على المسرح، ولأول مرة أهلي كانوا عم بيحضروني، ساعدوني بلا ما يعرفوا وعطوني قوة على المسرح. زي العسل. والله العظيم أكتر الحاجات اللي حبيتها وفاجئتني إن أنت غيرت جلدك زي ما بيقولوا. استاذ حمدي عطيني دافع انه ضل عم نوع بالاغاني. الاغنيه اللي غنيتها بالعرض المباشر السابع كانت من احلى الاغاني اللي بغنيها. فممكن نسقف له تاني. الف مبروك فادي، زاد رصيدك 10,000. ما كان على بالي تخلص الجوله الثانيه بلا ما اكون عامل اغنيه خاصه الي. فادي عنده حته كده الصراحه يعني بتميزه. استاذ حمدي عنده خطه براسه وانا بوثق فيه، وأنا مستعد أكيد حارب كرمال يطلع لي غنية خاصة إلي بأسرع وقت.